8 ل 9 متاع الليل انتم تسمعوا في مع حاتم على اي اف ام احلى راديو. اهلا بكم، اهلا وسهلا ومرحبا بكم. اليوم نهار 2 11 جانفي 2021. اما خير 2020 ولا 21؟ مازال ما تبدل شيء نورمال. شنو ما تبدل شيء؟ عندك فيروس يعدي اكثر من روحه. عندك قالك اللي قرب والكل ابارامون كوفيد، هذاك نوع جديد. صحيح. اش قولك؟ برشا جو. رجعونا 2020. وموستنس بدينا نستنسوا بالضرب. لاباس. لاباس، ما يمسيه معكم. مرحبا. في السياسة نحكيو على تعليق راشد الغنوشي على إضراب جوع سامي عبو. شنيا موقف الحبيب السيد من قرارات رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية؟ نتعدي الملف الكورونا. نصف بن علي تزف خبر صار للتوانسة اليوم خلال حضورها مع خلود مبروك في برنامج 90 دقيقة. سونيا بالشيخ تفسر علاش ما وصلش اللقاح لتونس حتى لتوا. تزف، شكون اللي قاعد تزف؟ نصف بن علي. مسكينه كنيسة افتعد عليها عامة. صحيح. باهي اليوم باش نخصوا الجانب هام في للكورونا، خاطر فما تطورات. توا ما نعرفش كي باش نعالجوا ونحكيوا على حكاية. عندك زوز مقاربات، يا اما مقاربة اللي ما نعرفش فيها برشا تشاؤم وفيها برشا تخويف وفيها برشا تسكير، فيها برشا كونسيرفاتيزم. فما اللي مع الحظر، معناها مع الحجر الصحي الشامل وعاودة ترجعك الدباء هذاك اللي عمره ما يوفى ما بين معناها المسمار في حيط واللي يخدم في البريفي. فما حتى رينا شكون قال يا أخي تولي الحكاية مسؤولية، اللي يحب حجر صحي شامل يشد داره معناها ما يسالش. ونحن يا خويا اللي قاعدين نطروا في الفرنك في الظروف الصعيبه هذيا خلينا اونكور لو ريسك. باهي، هذه حاجه. حاجه اخرى العدوى، الميوتاسيون، معناها الفيروس هذايا أكد لنا كل مرة اللي هو مرض جديد. دونك مازلنا ما عنديش حاجات أحكام عليه شبه نهائية، ولو أنه مثلا فما راهو أمراض قديمة معناها اللي مازلت كل مرة يفيقوا بحاجة، مثلا فقدان المناعة وما يعرف بالإيدز. كل عام عامين التالي فما فيقوا بأون بوسيبل ميوتاسيون ولا مقاربة جديدة للعلاج. مثلا ولاو ان سارتان مومون ايسوا من وجود فاكسان، دونك سيسون كونسونتري على العلاج، لا تخي ثيرابي. لا تخي ثيرابي هذيك معناها من اخر مصادر في طريقة العلاج للايدز، الفيروس هذاك اللي هو هذاك بالحق معناها مخطر وفريمون يقتل بصفة كبيرة كما الإيبولا. دونك الفيروسات خاصة اللي القاسم المشترك نتاعهم بليز وموا هما ترانسميسيبل معناها من الحيوان للإنسان، وبعديش إذا ولاو يعطيو هاكم تراو البدن مش مستانس به، البدن يكتشف في فيروس، وفيروس صغير معناها ميكروسكوبيك معناها اللي أخف من البوسير. دونك هذاك ينجم معناها يطيح بدن، سورتو اذا البدن معناها ما عندوش المناعه الكافيه، والا يكون عنده امراض مزمنه. ولو انه برشا حالات يكونوا سامبل اري كاردياك. علاش؟ خاطر باش نقرب لكم هكا الصوره، هو حتى ما معناها اصحابي طب ديما يقولوا لي الدم خاثر، معناها ماهوش فلويد، وكيبدا الدم خاثر فيه هكا كيما نعرفش كيما حاجه كونسونتري، ينجم هذاك يسد العروق، خاصة للناس اللي عندهم بخي ديسبوزيسيون لشيء هذا. السور بوا كيفي انا اللي يتكيفوا كلنا في الكاتيجوريات الكل.
حقني عندي أمانة ظهر لي خطر كما قلت لكم مرة اللي فاتت ولا فما أعراض جديدة حتى الجريب اللي جاتني سنة مش عادية دونك زادة سمعنا برشا طبة وحتى العشية شفت ان دوسي سبيسيال على بي اف ام يأكدوا اللي الجريب السنة أبارامو يعني هذوما اللي كونكلوزون الأولانين أبارامو الكورونا قضت حتى على الجريب واللي قربوا سنة جاتهم قوية ولا خفيفة ولا هذكا اون فاريونت دو لا كوفيد دونك هو اللي نجزها صحاليه وتمنياتنا بالشفاء للناس الكل اللي خطر توا هي شنو معناها الخطر تقول الناس سيفري ما يقتلش برشا لكن اذا صار تعبئه للزورجانس خاصه الاسر اللي فيهم الاكسجين معناها تولي ندخلوا في برشا مشاكل واول مشكل يظهر لي اللي الطب اكثر حاجه يكرهوها هي لشوا هي حاجه متاع اخلاقيات متاع ايتيك متاع سيرمون ديبوكرات معناها الطبيب راهو الجانب الانساني متاعه يكون مش يتعامل مع بدن برك يتعامل مع انسان يتعامل مع اوجاع دونك تصور يجيو زوج مرضى واحد عمره 70 واحد عمره 40 شكون باش يختار بالطبيعة فما حاجة منعرفش كان حكيت لكم عليها الأيامات الحجر الاختيار معناها الاكسبيريونس اللي تعملت كي يبدأ قطار وبعدش انت تتحكم في السكك والسكة تولي بعدش تتحل على اثنين واحد طفل صغير يلعب على السكة ولا أربع خدامة يصلحوا في السكة الأخرى انت عندك اختيار دور التران تضرب طفل صغير ولا تدور ترى يضرب أربع خدام كبار دونك الشوا ذاك داير عملوا عليه ديزيتود وندعوكم كان معناها تحبوا حاجات باش تعرفوا أكثر زاد الإنسان شنو الميكانيزم اللي يحركونا خاطر العاطفة ما نجموش نحصرها لكن فما دي ميكانيزم معناها في التصرف في الرياكسيون وجربوا حتى في الانتوراج متاعكم اسألوهم السؤال هذا تتراو يحيروا العبيد إنسانين ما تنجمش تختار ما بين حياة وحياة سي تري ديفيسيل اللهم مانيش نحكي على البسيكوبات ولا مجرمة ولا مقاربة قانونية معناها واحد سيريال كيلر مغتصب وكل شيء وبعدش يخل القاضي القرار إذا ثبتت عليه التهمة باش يحكم عليه بالإعدام زاد هذيك مقاربة أخرى وبرشة زاد قضاة كان تقرأوا زاد دي اكسبيريونس تعملوا في الشأن هذايا كيفاش القاضي يقول كان مش القانون هو أن نمثل القانون بعد ساعات يتجرد هو شوية من الإنسانية والإنسانية مش بطريقة سلبية ما يتجرد من الإنسانية في وقت اتخاذ القرار قرار خطير مثلا باش تنزع الحياة على إنسان دونك في وقت القرار هذاك ينزع شوية العاطفة ويحكم بالقانون خاطر هو هنا باش يطبق القانون دونك هذوما المقاربات الكل هذاك اللي يخوف الطب على ذاك ديما الالير تجي من عند الطب وكان تشوفوا حتى الفيديو في العالم أجمع عندك الميدسان ايرجنتيست هما ديما اللي تشكيوا وهما ديما يطلبوا من العباد باش يردوا بالهم هما اللي يطلبوا من الحكومات باش يعملوا الحجر الصحي شامل عليهش خاطر هما في الواجهة ليزورجنتيست وخاصة زاد الناس اللي معناها كما ليزانستيزيست ولا كيميتريز هذايا اللي يتعامل مع المريض ويتعامل مع ماكينات نتاع التنفس هما يعرفوا هما اللي يختاروا بعد ساعات في بلاصة الناس الكل هما اللي ياخذوا القرار شكون اللي يتحط زوز كي تقعد لك ماكينة وزوز مرضى شنو اللي كريتير تختار بهم المريض اللي عنده أولوية في الماكينة دونك هذوم الكل حاجات ما نحبوش نوصلوا لهم وعلى ذاك العدوى معناها تو تقول عدوى القطيع العدوى هذية معناها تعطي أكلها ولا شفنا ديز اكسبيريونس وعاود رجعت حتى اليوم وانا نحضر في الاميسيون قلت بربي السويد وقتها كانت بغمي لي غاغ اللي سايبت اللعب وقالت المناعة إبا حاجتي اكتشفتهم براتيكمون ما حميش المجتمع بتتر يمكن عدوة القطيع
ما تكونش هاي نشال زادة لوكال ولا تكون نشال دولة. يمكن معناه قرار يلزم تاخذه الو ام اس للعبيد الكل، لكن إذا وفرت هي إمكانية معالجة اللكاء سيريو. دونك الحاجة هذيك الأولى اللي لاحظناها في الإكسبيريونس تاع السويد، والحاجة الثانية زادة اللي لاحظناها كونه ماتوا برشا عبيد، معناها لو بري أبيي كما اللي دولة كما اللي مجتمع ياخو قرار باش يتخلى على نسبة كبيرة من الناس، يتخلى عليهم بطريقة غير مباشرة. إذا وصل منعوه بغافو، وإذا ما وصلوش منعوه تومبي. تنجمش تقول تومبي مع حياة إنسان، ما نعرفش أنا، يمكن هذا خاطر رأيي الخاص، يمكن نابع من مواقفي ولا من تصوري للحياة. ديما نقول نتصور أنا واحد يتعاقب مدى الحياة، مربوط محجوز، فاقد لحريته وفاقد لحياة الإنسان، العقاب يكون أعمق ويكون أكثر، خاطر تقتله راسه معناها تو ابريس السوفرانس وصاي ميت، وبعدش الباقي الكل يقعد علم غايب. لكن يقعد معناها فهمت الموقف ولا التخلي عن الحياة، من اللي نجم ياخو قرار هكا؟ مش تراو حروبات وتراو ناس تقتل، هذوكم الحاجات عندي أنا سيرياليست، يعني كي بعض ساعات الراد تصاور متاع الناس تتقاتل، خاصة هكا مثلا تفكر تصاور اللي جيونا من سوريا ولا من ليبيا ولا من اليمن. يا أخي كيفاش ناس يعيشوا في نفس المحيط وناس تاخذ القرار باش تقتل غيرها؟ هذا معناها اللي يمكن مخي الصغير ولا مخي هكا كما تربيت والخلفيات اللي عندي ثقافتي ولا معناها تربيتي تخليني الشيء هذا ما نجمش نتصوره، وإلا يمكن تو سامبلومون خاطر نحن بالتطور بتاعنا الناس وصلنا نتعايشوا مع بعضنا، ومش كان القانون يمنعنا باش نسرقوا ولا نقتلوا، زاد الإنسانية اللي مزروعة فينا تكون هذيك. إذا زرعنا نحن في الإنسان إنسانيته اللي تمنعه من الاعتداء على الغير، من تطيح قدر غيره، من سرقة غيره، من سرقة الشعب، من سرقة فلوس الدولة اللي عند ناس مازال عندها مقاربة فلوس البيليك هذيك مفتوحة للناس الكل. وأسوأ حاجة نجم يعملها الإنسان مع إنسان آخر كونه يقتله. نمشي فاصل صغير ونرجو لكم. ارجعنا لكم، هاي نبداو بالليزكسري ونبداو نحلوا الاوضاع، ومره اخرى نقول راهو بالحق فما انا تعليق باش نقوله، راهي الحكومه ياسر تحمل فينا مسؤوليه وهي متخلي على مسؤوليتها. باش نفسر عليه، والتقارب ولا درشنا والتباعد والناس شاده الصف. يا اخي استنى، معناها مش راوي احنا ولا المسؤولين ولا الناس اللي تتكلم من وراء اورديناتور ولا يهبطوا في ستاتويات وهم معناها شوكي. نو خويا، حط روحك في بلاصه انسان. اين تبدا عندي عائله ونبدا معناها خدام حزام نخدم بالجورناتا وعندي 3 اولاد ولا 4 اولاد، بون مانيش باش نحكي على تفاصيل اخرى مع تنظيم النسل ولا الشيء ذاك، معناها ذاك عنده عمق اخر اجتماعي، نحكي انا على عمق الواقع اللي نعيشوا فيه تو. انت هذيك لا فيريتي لا رياليتي نتاعك هذيك، كيفاش السيد هذاك تحبه انت تباعد اجتماعي ويرد باله، وكان لازم يعمل حجر وخدمه عن بعد، هو يخدم في مرمى والمرمى واقفه، اش تحبوا بعدش كي يسمع لي فما اعانه ولا باش يمشي يخبون ولا باش يمشي يجيب دبوزه غاز، معناها عنده 3 ايام هما يتقذرفوا، كيفاش هذاك تمنعوا انت ولا تحملوا مسؤوليه اخلاقيه باش تعديه ولا عديه غيره؟ معناها سويون لوجيك، عندك واقع تتعامل معاه، تجي تقول لي الكيران مزدحمه، علاش؟ مش من المواطن، اخي المواطن هو اللي شوازي باش يمشيوا الكل في حكوك سردينا. وهنا نراو انا مثلا هنا توخل العباد الكل جيماجيني يروحوا من خدمهم وناس الدور وكل شيء، في كل وقت من الصباح لليل الكيران مزدحمه، معناها اش باش تعمل؟ تحب العباد تروح نص الليل يقعد يستنى حتى تفرغ الكيران، ولا يقوم 4 متاع الصباح باش يمشي يخدم 8 باش يمشي في كار مفرهده؟ معناها اوكين لوجيك. تحب انت تحب ليميتي العدوى واللي تحب انت، يا اخي اعمل لي نظام
حط في كل محطة عاونها وعندك تبارك الله مال الشهري وين ماشي هذا 20,000 مليار موظفين وبعدش ما ترقاش كون ينجم يجاري هكا حاجات متاع الطوارئ أو عندك آلاف متاع البسنة ياخذوا في مليون في الشهر هو يركرك في الدار هاي ايش ايش ما عمله تسخير حطه كل واحد فيلم حتى يحسب العبيد اي الكار هذه تعبيد تجي لي بعدها وهو حتى الكيران هو بعد ساعات الكيران اللي تضيعوا وقت في محطة وناس مكدسة باش تطلع ينجم تعمل به فواياجيخ دونك هذية لالوجيك ومن عرش هنا عنا وزير هذي العبيد الكل تشكر فيه بون تشكروا فيه على زينو اما ان شاء الله زاد مخه هكا فيه شوية ينجم ياخو قرارات وحده ما غير ما يسيسهم ولا ينجم يلقى حلول بسيطة رانا توا ما عادش عنا حتى شوي يا نبتكروا حلول أدابتي لنحنا للمجتمع للتكوين للي تحب انت يا خويا للتونيزيانيتي متاعنا نحن عنا وقنقينا كل أخوي أدبتت والد قنقينا متاعنا عنا ده ما يعجبنيش العجب أدبتت يا اخدم يا تقنعنا يا الدوام ينقب الرخام أما تقعدوا هكك أنا وليت حس روحي مذنب معني تصورني معني أنا الاستراتيجية متاع الدولة العبقرية الكل طيحتها أنا والمواطنين اللي ما نحترموش فين ما نحترموش أنا كي نخرج الشارع العبيد كل ده وليت براتيك مرة فيهم مسكي ما عمري ما مشيت المحل التجاري معنيه مرة سيوخ ديس ترقاه بلاش ماسك وجيني غالما العبيد تبدأ تغزله على جنب يحشم على روحه ويخرج دونك فما العبيد راهي واعي ويعرفوا اللي الماسك بالهشاشة متاعه وما يحميش 100% مي خويا يقول كذاك الموجود انا معناها راهي الناس منضبطه حتى اللي زيكسيلي فما شوف الظروف نتاعو علاش فما يكسي ترقاهم تكاثف سكاني ترقى يا اخي تلعب بها بافيت ب 2000-3000 فرنك كل يوم باش يحط واحد 2000-3000 في بافيت يخرج 17,000 النهار 2000-3000 يشري بهم باكو حليب يشري بهم خبز يشري بهم مقرونة علاش ديما نغزو العبيد من وضعيتنا نحن ونحن مروحين في كرهابنا تتبيع تنجم تشري باكوك بافيت في الشهر معناه تنجم تبدل كعبتين في النار تهي الديورين بتاعهم 4 سوايع مزدش تسمع شكون يقول من الديورين معناها 4 سوايع لازمك تبدل هذيك الجوتابل نو ما الجوتابل هذيك فمن يستعدي بها شهرين فمن اللي تصفار فمن يغسلوا فيها هذيك واقعنا راهو واقعنا راهو مش بونليو ولا احياء معناها راقيه ولا ناس موظفين سامين في الدوله هم اللي ياخذوا القرارات وهو شوفير يهز وشوفير يجيب واقعنا يا تتعاملوا مع الواقع يا معني سايب عليك اعمل حاجه اخرى اعمل اعمل اعمل, أعمل بزنس اذا تحب البزنس ولا عندك نبداو بالاكستري الاول اللي حكيت بيه حكيت عليه بكري حكيت القريب هو شكري حموده باش يفسر لنا هو النزله الموسميه السبب فيها فيروس الفيروس هذايا موجود عند بنادم في الكره الارضيه الكل شو يعمل هذايا يا سيدي في الصيف نتاعنا احنا يمشي يتخبى في النصف الجنوبي للكرة الأرضية وبعد كي تبدأ الدنيا تبرد بشوية بشوية وهو يمشي يتخبى في النصف الشمالي للكرة الأرضية ويدور عنده سيكل كامل يدور فيه يمشي من جنوب الكرة الأرضية للبلدان الآسيوية للبلدان الأوروبية وأمريكا الشمالية ويرجع لنا ويقعد السيكل هذاك يدور فيه ممكن وعمناه والوقت اللي احنا في الصيف هو في النصف الجنوبي للكرة الأرضية ما شافوهش تفقد وبحكم كوننا في تونس وهما في بلدان أخرى عنا مرصد نتبعوا به هالفيروس نتاع الجريب الناشف التحاليل وبالتالي اللي عنده أعراض نزلة تظهر له على أساس كونها هي النزلة هيك الموسمية اللي نسميها احنا الجريب راهي ما تنجم تكون كان كوفيد دونك فوالا يمكن هذا مهم جدا معناها انا نعتبر شكري حموده معناها مصدر رسمي معناها طبيب يعرف على شنو يحكي من الاولانيين اللي معناها يلاجيري الازمه هذيا ونتفكروا هو اللي من الاول في اللجنه العالميه اللي كان سعى ونتفكر نحن استدعيناه حتى في 90 دقيقه هنا هو اللي قال الشيشة لي راهي تنقل العدوى معش تسلموا باليدين الماسك حتى من الأول كي
مازال هكا فما اخذ ورد على معناها الفاعليه نتاعو. هو كان من الناس اللي يقول يا اخي مازال ما اثبتناش الفاعليه، اما لوجيك مورا هو يحمي دونك البسوا الماسك، دونك يعتبر انسان بعقله معناها، واللي يقول فيه هذه معناها مش يفجع، لكن نتسائلوا ونقولوا معناها كان خطر. حتى كما قلت بكري في فرنسا زاد بداوا يحكيوا على راهو اللي جاتو غريب راهو نجم يكون كوفيد، كما انا توا جاتني غريب موسم، كان كل عام عندي الغريب نتاعي غريب العاده، يجي سلوغان تاع بيو بداي غريب العاده على يلا لا يقتنع عاده لا يقطع دبر الفيروسات، اما غير العادات يقعدوا بتاعنا هذيك العادات هذكم اللي يكونوا شخصيتنا الثقافية. بغيف دونك أنا جاتني قريب الحق، أو عمري ما عشت قريب كما هكا داير، حتى مشى في بالي من الأول تعب، قلت يلزم واحد يرتاح ويرتاح مخه إلى آخره، لكن هرزمان لي معناها ما خذيتش ريسك. بتاتر حتى كي جاتني القريب المرة هذه بتعرف تهلويس بعض ساعات راهو باهي، دونك انعزلت وقعدت برتك مو عشرية ما قربني حد، وبعديش حتى رجعت وحتى اللي أكد لي الطبيب اللي أما أنا حسيتها اللي مش عادية. دونك كلام كيما هكا يلزمنا نحن زاد نراجعوا روحنا، بتاتخ يلزم الدولة علاش نقول الشيء هذايا، نقول هذا باش الدولة تقول أي القريب ما فهميش به، ما فهميش قريب ما اللي تقربوا هكا سارحين الناس مبنكة سيق على سيق معناها في أماكن عمومية وعايشين في وسط عائلاتهم إلى آخره. دونك جو بونس كو يمكن يلزم الكوميونيكاسيون بتاع الحكومة وزارة الصحة سيد وزير الصحة اللي قاعد يبارتاجي في غنيات الحق ما نعرفش يعمل فيهم بالعاني ولا، أما خاطر ريت بكري بايرم بن كيلاني مهبط معناها تعليق على صفحة فوزي المهدي مهبط غنية بالله يطير، تعرفها بالله يطير بتاع محمد، شوف فرق سينا كان لقيتها حط لي اكسري باش بعد نشوف انا السيد الوزير علاش مبارتاجي الغنيه هذايا. دونك يفو فير اتونسيون، يمكن نشوفوا لي زونتيكور، نشوفوا هذايا اللي يتسمى التحليل السيرولوجيك هذاك باش نعرفوا به. نتفكروا ايطاليا سيغتا مومون معناها لا ملتيبلي، خاطر ايطاليا نتفكروا في مارس من اكثر البلدان اللي ضر، دونك جربت برشا حاجات منهم التيست هذايا سيرولوجيك، دونك اللي هي معناها تقدم به برشا الفيروس. فيما يخص الكلمة اللي اليوم يتناقلوا فيها الكل الناس سلالة، اش من سلالة، سلالة شكون جات لشكون، نسمعوا نصاف بن عليا تعطينا أكثر توضيح في الشيء هذا. فيروس نتاع الكورونا هذايا يتغير بصفة متواصلة حاليا بالحق في الأسابيع الأخيرة، فما عدة تغيرات هذايا، فما نوفيل فاريونت بريتانيك ومن بعد لا نوفيل فاريونت اون ميم طون اللي في لافريك دو سود توا، كيف صارت لاليرت على لا نوفيل فاريونت هذايا الثالثة. نحب نقول ساعة عندي خبر صار نقولوا للتوانسة، مرحبا. احنا السيكونساج اللي آخر سيكونساج صار في مستشفى شارل نيكول في اللابوغاتوار نتاع مستشفى شارل نيكول، ورا اللي ما عندناش ست نوفيل فاريونت في التقطيع الجيني اللي صار الاخراني بالكل. التقطيع الجيني ما مش تقطيع متاع واحد كرش وواحد ولا تقطيع الاخر، التقطيع الجيني هو السيكونساج معناها جينيتيك، ناخذوا لي سيكونس متاع الجين. دونك الى حد الان الى حد الان الفيروس هذايا الجديد نتاع انجلترا اللي هو مفزع، وزاد فما راه فيروس في الافريك دي سود كما قالت مدام نصاف اللي زاد هو معناها شرس شويه. دونك ال 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 اي هذايا حضره لي ديزولي خاطر باش نحكيو على حاجه مهمه توفقت بها. دونك نرجعوا نحكيو على الفيروس نتاعنا، معناها الفيروس هذايا اللي تظهر في انجلترا واللي عملوا حجر صحي شبه شامل، دونك مازال ما خلطناش
مازال ما خلطنيش لا غروند كيسيون مش مازال ما خلطنيش زعما خلطنا ولا زعما شادينيه ولا الى حد الان ما فقنيش به. ينجم يدخل راهو مع مسافر، ينجم يدخل في سلعه، ينجم نحن بون بوتيتر هالايامات ما عندناش برشا ايشانج كوميرسيو ولا ايشانج نتاع مسافرين ولا نتاع مواطنين مع انجلترا وحتى الافريك دو سود زاد ما يلزمناش نحقروا الفيروس اللي سو ترانسوم. وهذاك الفيروس كل عام يجيك كل عام هذاك كل مره يجيب لوك جديد بفازات جدد هذا العدوى هذا اقل خطوره اما اكثر عدوى. لكن الحاله هذه معناها نتاع التفشي سرعه التفشي السر بدات تتعبى. مثلا صفاق سبيطار جديد 19 سرير وقالوا من هنا لاخر الشهر باش يزيدوا يمكن يوصلوا ل 40 سرير. 40 سرير اش تعمل؟ ناس معناها فرنسا عامله قريب تتعدل الحجر الصحي الشامل كما اللي عاشوه في مارس والاف السره معناها ينتظروا. دونك سي ديفيسيل مقاربه علميا يقول القائل حجر صحي اقتصاديا تقول مجاعه. ما هي كلمه هكاك راهو مجاعه يكون ما راهوش ولا المجاعه عندها ديما اون استوار ميديفال. معناها المجاعه كي تقول مجاعه تحكي على عام مدري شنو عام 30 عام لا 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 راهو المجاعه كي ناس ما تخلطش باش تشري مش حتى الماكله مش تشري الدواء باش برشا حاجات. وحتى اللي باج اللي قاعدين نشوفوا فيهم انا الفيلد داكتواليتي ما نعرفش عندكم نفس الاحساس ولا قديش الفيلد داكتواليتي كلهم الكاري نوار والله اكبر وان لله وان اليه راجعون برشا ناس قاعده تموت وقاعدين في فيسبوك مش مستنسين. بون دو تونز ان تون ترقى حد توفى في حادث راجل كبير مرض خبيث حتى هذا مرض مش خبيث هذا يطلعك اخبث من الخبث ميم حتى كان ما يقتلش بالطريقه الاخرى لكن العدوى الانتشار نتاعو تنجم تكون اكسبونونسيال وهذاك هو الاخطر. فيما يخص التلقيح نحن السيد رئيس السيد وزير الصحة كان صرح اللي باش نكونوا الاولانيين باش تحصلوا على الفاكسان قبل ديسمبر بعد شوية فيفري وتوا الناس تحكي على افريل مينيموم. فما برشا حاجه اسباب خليت اللي ما جانيش الفيروس على بالك علاش السبب الاول ظهر لي عملنا ياسر على ما يسمى بالكوفاكس هذا البرنامج نتاع الاو ام اس منظمه الصحه العالميه. كنا نحن يمكن من خمسه اول بلدان وكنا كان مصدر فخر انا فما مره هنا لحمي قشعر كي حسيت اللي من اول خمسه بلدان طلعنا ظهر لي قراوا التابلو بالمقلوب يمكن باش نكونوا من اخر خمسه بلدان. اللقاح هذايا برشا انواع لقاحات خارجين روسيا الصين نحن مكبشين في زوز بتاتخ اللي مستنسين ولا الفارماسي سنترال تتعامل معاهم. برشا يقولوا لي ما حكيوش معانا بجدية خاطر عنا برشا ديون. برشا حكيو قالوا حتى يتزاز مالي الدار معناها بالعقلية ذيك ذراعك يعلف وكل واحد يدبر في راسه. لكن الصحيح بتاتر سونيا بالشيخ يمكن تعطينا أكثر توضيحات. الحل مش كان سجلنا في المنظومه نتاع كوفاكس كهو هو الحل في اللي احنا نورمالمون معناتها رانا سجلنا في تنجم تقول لي انت هو التحاليل والنتائج والدراسات قاعدين يخرجوا كان تو انا نسجل نعمل ان بري انريجسترمون في اي معناتها فاكسان اللي قاعدين اون برودكسيون اللي قاعدين اون ديفلوبمون وبعد اني ميزاني مش تكون عندي باقي الاولويه علاش نعمل سو بري انريجسترمون مش بعد تكون عندي الاولويه في الاقتناء نتاعو. اون باراليل ما فماش كان شاريين فاكسان اون باراليل استراتيجيا تاع التلقيح يلزمها تكون محطوطه على الطاوله اللي وقت اللي ننزل على الفلسه تخدم في وقتها. انا هذايا اللي نطلب من زملائي ومن المسؤولين اسكو هالاستراتيجيا هذه حاضره ولا استراتيجية حاضرة أو لا؟ بون أنا يظهر لي استراتيجية بلوز أو موان حاضرة معناها حسب آخر المعلومات
عندهم بلوز وموان اون فيزيون جلوبال نتاع استراتيجيك فاش باش يصير تلقيح الى اخره. لكن انا جو بونس اوسي ريت راهو كل حاجه ما تاخذوش كان نصف الكاس الفارغ. بون صحيح نحن من اخر عباد ربي، لكن بوتيتر اوسي نجموا ناخذوا فكره على الاستراتيجي اللي سبقونا مع اعتبار الفارق مش كيما كذاك فارق التوقيت، اما فارق مش التوقيت، الفوسي الكبير ما بين النظام نتاعهم والنظام نتاعنا، ما بين تفوقهم العلمي علينا وكل شيء. هذا واقع زاد يدخل ديما في واقع يزي وما تحكيونا ولا تغلطونا في رواحنا ولا تغلطوا رواحكم في رواحكم. لا لا لا، واقعنا مرير، واقعنا يلزم يتصلح، ويلزم انت كسياسي يلزمك ترقى حلول ولا طريقة معالجة المشاكل هذوما زادة انت دوا موتيفي الشعب. انا توا تطلب من الناس دي يا خويا اش خاسر انت، يقول ما عنديش امكانيات، ما نجموش نجيبوا الفيروس من قبل افريل، اما من هنا لافريل يا خويا مسؤولية جماعية. هاني انا حاطط عامل قانون وعندي بوليسية يعملوا في دوريات، اللي بليش اللي ما يحترمش البروتوكول الصحي يتعاقب، لا تدخلات ولا نخرجوه خاطر يعرف فلان ولا رجل أعمال ولا مدير قد الدنيا. لا، العبد الكل كيف كيف خطية، تجاوزات الأخطر تتعالج بالطريقة ذيكة. يا خويا وقعنا، هيا نحكي على وقعنا. تقول لي أنت ما يجيبش أصوات كل شيء، يا خويا اللي يخدم اللي عامل من السياسة بزنس عادك به من هنا العامين ثلاثة أربع سنين باش يندثر ويتشد بعظمته. أما كان يبدأ تكتل يعني كتلة متاع ناس اللي تخمم في مصلحتها، ميسيل خمم مصلحتك، أما يخوي غلب خليها متناغمة مصلحتك مع مصلحة الوطن، مصلحتك وحدها أعمل حاجة أخرى. إذا تلقى مصلحة متناغمة مع مصلحتنا الجماعية مرحبا بك ونعاونوك، وحتى كان فقنا بك التفتف طفيوا عليك الضوء، يجيب لنا مصيلحة صغيرة للدولة، الباقي الكل يقعد كلام وهزين ونفضان. وانتم تبارك الله في الهزين ونفضان، منعش خاطر تعرفوا تنفذوا الزرابي ولا خاطر تهزوا تنفذوا. بغيف بون ما عجبكش الجدمو درك ميسيرش، انا احسبوني لجنة طبية نجم نغلط. به دونك فوالا، لازمنا نردوا على بالنا على رواحنا وعلى عائلتنا، وراهو العدوى براتيكمون برشا عباد اذا يمرض ويروح للدار العائله كل تتعدي. دونك يفو فير اتونسيون، هاو باش نقول لكم ماكمش مسؤولين، راهو حتى الدوله مسؤوله، باهي هاي نتقاسموا المسؤوليه، اما بربي يا حكومه ويا دوله ويا وزراء ويا اللي تحب انت، يزي نهار كل وانتم تجلدوا فينا، اجلدوا رواحكم، اجلدوا النفس شوي، قولوا راهو غلطنا في هذه وغلطنا في هذه، ما عندناش فلوس، البنك سنترال معناها حتى حد ما يحب يسلفها، حتى حد ما يحب يسبق لها، فما معناها جو بونس كيليا دي زابيل دوفر ادخلوا فيهم، تدخل يا خويا حتى بالبلف، ادخل بوكير مونتور، اعمل روحك ما في بالكش، وبعد يسرمي القاتل يقول مازالوا ما دفعوليش كري الحقول البترولية ولا عندي فانيت مسكرة دوما يدور الدولاب نخلصك. جبدي نقول نحكي هكا بصفة كاريكاتورية، أما راهو زاد التعامل معانا زاد راهو تعاملني أنت بصفة كاريكاتورية، نعلق عليك أنا بصفة كاريكاتورية. قتلنا الغنية قبل ما نخرجوا ما لقيتهاش، باهي غدوة نشوفوها ونزيدوا نثبتوا أكثر مع شي يقصد السيد الوزير اللي ما يحبش يفجعنا، هذايا السيد الوزير اللي في الأوف فك علينا ما نفجعوهمش، ما نعرفش شي من فما حاجة، زعما شنو باش ينجموا يفجعونا بتمديد السيد تسمية السيد الوزير على رأس الوزارة، ذاك نجم يفجعنا. مانيش معناها مش هذا نقد جراتوي، اما خاطر السيد الوزير معناها يلزم فريمون تصارحنا، ما تخليناش هكاك تعرف تدخل عبد راه الفيروس جايك في ديسمبر الناس تحلت ونجيك من الاخر، هذه زاد غلطه نتاع كوميونيكاسيون السيد الوزير، ما تجيش تقول انا باش يكون الفاكسان وشوف ديسمبر كيفاش العباد تصيبت، بعدش كي عرفنا وقعنا العباد تعاود تكبست كي يعرفوا اللي فهموا اللي كان جيتنا من الاول قلت لنا راهو فاكسان انسى، قبل افريل ما فما حتى قطر جرعه فاكسان باش تدخل، ترى العباد تتكبس ستة اشهر يردوا بالهم. ونحن صارت لنا هنا اكسبيريونس وقتها حسن الزرقوني اعطاني فورمول ماتيماتيك، قال كان يقعد العدوى بالسرعه هذايا نجموا يصلوا 300 ألف موت، سيتي
اون ابروش تاع هذيك وكل واحد والوزاره تقلقت وشو تقولوا هكا هو بون هو ما كذبش الراجل قال ماتيماتيكمون لا سويت اريتميتيك تعطي سو شيفر لا اما هذيك اللي قال حسن زرقون برشا عبيد تكبست اما خاطر قال الحقيقه راهو كان نقعدوا هكا تصير هكا دونك هذيك تتسمى الواقع والكوميونيكاسيون ديريكت اما تجي انت تقول لي ليه راهو نحن يا ولدي اللو ام اس تحاول فينا تلحلح فينا باش نجيو نهزوا زوج فريجات فاكسينيت وبعديش تقول له معناها نحن عندنا توا هكا في الواقع نتاعنا فايقين اللي سافا دوري لافري والخبر اللي قال ما يحبش يفجعونا اللي الحجر والحظر وكل شيء سي فري اللي الحجر الصحي ونا با لو لوكس باش نعملوا حجر صحي شامل لكن حظر تجويل يكون يقعد حتى الفان مارس بون فما واحد حاب يدخل في السياسه وقاعد يخلص في لي بريزونس خلص في حضور وفي بعض القنوات وباش يجيب لنا باش يغير تونس ويعمل فيه الربي ويذبح في العلاج العبيد بون يعطي في الصدقه وهو يتصور ما نعرفش يمكن هو فوتوجينيك اكثر من الصدقه لكن زاد هاو قعدت طلع عنها بطلعه جديده قال اللي هو تقابل مع مدام درشكون من الحكومة الصينية وهو مستعد يشري الفاكسينات لا 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 ما نجمش نعطي اسمه خاطر كسينو نساهم في الميديوكراسي أمبيونت نتعاديو للخبر الاخر المهم الشيء اللي صاير في المجلس أبارامون رجل غنوشي قال الحالة خطيرة دونك خذوا قرار باش معناها كما صار في مارس إجراءات خارقة العادة ولا إجراءات خاصة ما عادش حضورية غديكة زادت حالة بلبلة وبرشا من نواب يتهموا يقولوا السيد معناها وليت عينيني رشد الغنوشي معناها ما ياخذ في قرارات ما نعرفوش كيفاش علاش وقتاش ومع شكون وكل شيء زاد فما في تعليق على تعرفوا اللي سامي عبو دخلت في ضرب جوع ومعها زاد النائبة من نفس الكتلة منيرة العياري هما ظهر لي هذي ما نعرفش كيفاش نعلق عليهم معناها قاعدين يعملوا في استراتيجية متاع عبير موسي معناها هذوما اللي كو ديكلا والاعتصامات شكون دخلهم المجلس هما دونك بوتيتر الافاق والاستراتيجية هذيا تجيب اصوات بون نحن ننزهوا بوتيتر زاد الاضراب الجوع اللي لفت نظر على البيان اللي يحبوه يخرج كل شيء بون يقولوا هو في القانون الداخلي غير ملزم المجلس باش يخرج باش يصوت على بيان كيما هكاكا لكن زاد في الصراع السياسي ما عادش تعرف روحك مع شكون الصحيح وشكون تجي معاه وشكون تجي ضده وانا معناها سلمت امري لله ضدهم واحد انا معايا الكافيتيريا بالحق عز احسن بلاصه في المجلس كافيتيريا ترى العبيد على حقيقتها تحكي مع بعضها عمرك ما تسمع واحد يعيط في كافيتيريا تسمعهم يعيطوا كان في الواحد دونك انا مع الكافيتيريا في المجلس وذلك كان يعملوا خطه باش نترشح للكافيتيريا يكون المكان الوحيد اللي نترشح له في المجلس نسمعوا راشد الغنوشي كيفاش علق على اللي عملته سامي عبو معناها الاحتجاج طريقة الاحتجاج متاعها على عدم إصدار بيان من رئاسة المجلس هذه ممارسة نضالية وممارسة سلمية لا شك نحن لا نحب هذا لا نريد أن يضطر أو يقدم بعض النواب على مثل هذا وهذه نقطة مطروحة على مكتب المجلس لتناولها اليوم إن شاء الله نقطة مطروحة على مكتب هو قال لك يا سيدي بن سيدي ما نعرفش سبحان مغير الأحوال يعتبرها هي خطوة نضالية لكن ما يحبذوش في المجلس تبدل يعني قبل كانت تحسب قديش من واحد من هذا عمل ضرب جوع تقول لي وقتها ديكتاتورية بنتي كي هكا معناها عامل على جماعة تقتلي في الكرامة أي حاجة يعملوها تحط جادور والأخرين تحط لهم المتغشش اللي موجي متغشش
بيان سور انت ماكش ديمقراطي برشا سيد راشد الغنوشي، دونك زاد من حقها هي باش تعمل اضراب جوع جوست باش نقعد فيما يخص. فما ستاتيو بالحق ضحكني، تعرفوا السيد الفرجاني هو النائب من نهضه من نائبين القدم، معناها راسين في شاشية هو والبحيري يعني فرد ما كان الشق ذيك التكتيك، يهبط ستاتيو نداء للسيد وزير العدل ليه للتشفي والنيل من معنويات المساجين عموما، فما بالك اسمه النحو والصرف، اسمه على الليتيراتور متاع نعرفش كان تراوفية في نجمش نقولها اما هكا يدي هكا متاع واحد يسقف. السيد وزير العدل للتشفي والنيل من معنويات المساجين عموما، المساجين عموما، فما بالك بالسيد نبيل القروي الموقوف في قضية فيها مؤاخذات كثيرة جدا، كثيرة جدا يعني كان كثيرة ما أثرت بيك زيد كعبة جدا، هذيك دوب العظمة عرفت هذي ستاتيو دوب العظمة. فهل معقول أن يقع استعمال البرد القارس وأشياء أخرى لضرب معنوياته وصحته، وبالتالي نداء إلى نواب شعب تنانين كل الباقي قفة العادية. أمال الورتيني زاد ظهر لي من عرش منين، أمال الورتيني من ظهر لي من أمال الورتيني اللي مدي ما تساند في السيد نحمل السيد وزير العدل السلامة الحياتية الحياتية، يعني مش لعب راهو يعني غاديك ما نعرفش يكون حاطينه في حفرة وعقارب على اليمين وحنوشة على اليسار وحاطين له خيط لازم يقعد فيق وهو هكا شادد واقف على زوز ساقين. هذيك كي تقرا لي ستاتيو تقول هذيك حالة السيد نبيل القروي، ونهيب بكل خطر يتهدد حياته أي مرض أو عداء معناه تقصد عدوى تتسرب له. هذايا السجين دو لوكس معناها هما يحبوا ما نعرفش فما يمكن استراتيجية باش قال شنو معناها حياته في خطر. نعرفوا برشا معناها اللي قالوا اللي السيد لون كومباري معناها قارنوه بظروف ايقافه وسجنه نيلسون مانديلا، ما نعرفش نيلسون مانديلا توقف على فيسك ما خلصوش، توقف على ديفيز تحوس خارج بريتوريا، ولا توقف على سينيسيس ناس توقف على حاجة أخرى راهو معناها ما تست أنا ما كنتش نجبد عليه وربي فرج عليه، وأنا معناها ما عندي حتى لا هو صاحبي لا هو عدوي، معناها نعتبره رجل سياسة يتكتكي بزنس أموره حياته العملية نجح في الشان متاعو نجح قروي عند قروي ماهيش لعبة راهي معناها قلبت الموازين في الببليسيتي في تونس هذا الكل نشهد له به. أما السياسة هكا لي معناها جو بونس هذا راي معناها امانه معناها اللي ربح منه ولا خسر منه، اما ما تستبل معناها التعاطف خليها يا خويا بالستر انت بعديش وقت كان في يقول لي فما تجاوزات نقفوا معاه ونضربوا ونحاربوا عليه، اما تيم لو كومبار المانديلا تقول الانصارك بربي ما تخرجوش وهم حتى انصار معناها ما نعرفش كل واحد انا زعما شككتني في روحي انا حسيت روحي من انصار ما في باليش وتعملونا هكا وهاو حتى النهضه معناها تستعملوا حتى مش تستعملوا تعرف راهو انا كان جيت نائب من حزب اخر ما نتجرأش نكتب الستاتيو اللي كتبه السيد الفرجاني معناها نكونوا واضحين ما نعرفش بتيتر ما نعرفش ما تخلطش تفصل مشيو فاصل صغير خلي هاك نشرب مخي رجع شوي للنورون شوي على اليسار شوي على اليمين رجع في بروسيس عادي نرجع لكم بعد الفاصل. حاتم على اي اف ام احلى راديو رجعنا لكم مازالوا اقل من درجين بون عندو ساكريفيه شويه مواضيع باهي نعطيكم حاجة هكا سمباتيك نسألكم من هنا جاوبوني كان تحبوا على الصفحة وتنعطيكم الريبونس في الآخر. نتفليكس لابد كنت تعرف نتفليكس كان تقعد تحب تتفرج في كل شيء اللي موجود في الباز دو دوني متاع نتفليكس تعمل تلفزيون اون كونتينيو قداش تحب لك وقت باش تتفرج في الكتالوج متاع نتفليكس الكل. طب من هنا الاخر الاميسيون ما حاولوا هكا تقربوا شويه المعلومه بارازار سمعتها في فيديو متاع واحد يوتيوبر نعطيو الناس حقوق التاليف نتاعهم تنقول لكم شكون من بعد خاطر كي نقول لكم عليه توا تعملوا ريسيرش تظهروا ابطال نحبكم تجيبوا الريبونس بذراعكم ما تخشوش كما جماعه
جابوا لكم الفاكسان في ديسمبر لعبت كل بلا ان شاء الله ما يسمعونيش. باهي حبيب الصيد شكون يتفكر حبيب الصيد؟ تتفكروا حبيب الصيد اللي شعر لما رمدوه به هما هو مرمدوه بينيتنا. حبيب الصيد عمل تصريح يحكي فيه على رؤيته للحكومه نسمعوه. راه هذه كيفاش توصفوا؟ كيفاش تعتبروا؟ ما نعتبرها بكل صراحه معناها مع احترامي للسيد رئيس الجمهوريه وسيد رئيس الحكومه نعرفهم ألا 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 الشيء اللي يعملوا فيه منا غلط ومش في مصلحة ومش في مصلحة البلاد. مصلحة البلاد تقتضي باش مصلحة شكون؟ شكون المستفيد؟ قول شكون الخاسر؟ الخاسر هي البلاد. خاسر هي البلاد. الخاسر هي البلاد. ما فماش مستفيد في هذا الكل؟ نعم ما فماش مستفيد في هذا الكل؟ لا يعني ما نشوفهاش شنو هي الاستفادة. ما نشوفهاش تحب فما شكون يعتبر أن الطبقة السياسية الموجودة حاليا فشلت في إيجاد حلول. الراجل جيو فهمتوا حاجة علاش عديت هكا؟ مع احترامي للسيد حبيب الصيد ورا من أكثر ناس نقدرهم وريتو معناها مرة والمرتين حكينا هاو متاعك بيه سي حبيب معناها ملزق نحن قاعدين نفركسوا في شكون هكا علاش ما تجاوبش؟ علاش تمشي باش ما تقول حتى شيء؟ علاش باش ما نعرفش اللي قلتوا على الحكومه يقولوا فيه العباد الكل معناها وان بليس حتى نبره الصوت نتاع انسان معناها ديتاشي شويه جوست هكا محبه فيك معناها وحاولت حطيت لك اكسري ب 40 سكوندا يمكن كي تسمع روحك تكون عندك الواقع ترى دي نوتر مانير لكن 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 راهو مع احترامي ليك برشا ونعتبر الناس هذوما قوميين ناس مواطنيين لكن 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 علاش عديت لكم الاكسري هذايا باش نقرا لكم سي حاتم العش اللي كان وزير سي حبيب الصيد مش وزير معناها وزير دفاع مش لعبه باه هاوش كتب سي حاتم العش بعد ما صافي سعيد كان حكي على موضوع البارح في التلفزه. البعض يعتقد أن مسألة مطالبة إسرائيل بتعويضات على أملاك اليهود في تونس مزحة أو كأني البارحة فيقت إسرائيل بعد ما كانت فيقت ولا فاقت إسرائيل بعد ما كانت نائمة. عام 2015 تحدثت معي سفيرة الاتحاد الأوروبي في حديث جانبي وغير رسمي ونبهتني. عام 2015 وردت علي كوزير هو كان أملاك الدولة وزير أملاك الدولة والحامي لها تقرير سري في الموضوع وهو نفس التقرير الذي ورد على رئيس الحكومة رئيس الجمهورية. إسرائيل كدولة ستطلب بتعويضات لأنها في موقع قوة ونحن ونحن نقعدوا نعيطوا وقعدوا سبوني قد ما تقدروا لن يغير في الأمر شيء. التطبيع مع التعويض أنا مش نحكي على الستاتيو هذي نحكي على الستاتيو اللي هبطوا قبله وقت اللي يقول فيه تراه إيجا أميني أعطيني حاتم العش خاطر أنا ماني شامي عندك الباجة متاعو حاتم العش تعرف ايش قال؟ قال لم اعلم وقت جاته المعلومات هذيا قال لم اعلم رئيس الحكومه السيد الحبيب الصيد. علاش؟ خاطر اعتبر اسرائيل طالبه تعويضات اكثر من ميزانيه تونس شي يعتبرها السيد الاكس وزير املاك الدوله يعتبرها هذايا الستاتيو مش هذا اللي قبله. جوست نقرا لكم ذالي مش فسخ ولا حاجه خاطر هو يعتبر اللي ما كانتش هذيك اولويات معناها جايتك دوله معتديه كما اسرائيل وطالبه منك تعويضات معناها اكثر من ميزانيه تونس بون جو بونس خاطر تعديت صفحات نحاه ولا بتيتر ماكش امين يمكن ماهوش بيبليك دونك اذا قال لم احدث لم اخبر رئيس الحكومه اللي كان يتكلم بكري كنا نتمناه كونه سي حبيب الصيد اليوم حكينا على هذية ولا حكينا على سي حاتم العش اللي ما اعلموش اللي راهم قريب يهبطوا علينا ويطالبوا بالاف بعشرات الاف المليارات تعويض للاملاك بتاعهم. قال ما ظهرتليش اولويه ما علمتش رئيس الحكومه هكم جست باش تاخذوا فكره
على النيفو العام نتاع هالحكومات وهالوزراء والاجواء العامه. تصور انت وزيره ملك الدوله قاعد جايتك سفيره الاتحاد الاوروبي تحكي وتقول لك اسمع راهو انا بعثوني اسرائيل قالوا لي رانا باش نتلاو بكم وباش نشكيو بكم ورانا طالبين تعويضات تفوق الميزانيه معناها حاجه في 40,000 مليار 50,000 مليار. وهو بعديش تقول باي باي كملوا البتيفور يوصلها حتى الباب الكلوار ويرجع ما نعرفش مشي أصلاً من 2015 يمكن كاندي كروش قاعد طالع وقتها وما يعلمش عارفه المباشر ما يعلمش حتى مجلس الأمن ما يعلمش حتى هاوكا الجو العام وبعديش كيفاش هي تتفاجئوا كيفاش مثلا التلقيح التوا ما خلطت لتونس علاش فما مشاكل في التزويد في كل شيء. باهي جوست فما اليوم ترانسبورتور سرق الفورغان نتاعو معناها هز بقيمه 2 مليار دويت هكاك معناها برشا فلوس برشا ناس يعتبروه بطل. هذا زاد مرض يلزمنا نتخلصوا منه ليه زعام نحن كي واحد يعمل مسرحيه ما تعجبنيش ولا واحد يعمل يقول حاجه ما نهبط عليه ولا معناها هكا نتفاعلوا بطريقه اللي تحب انت. لكن واحد كما صارت مع ذيك اللي عندها كانت شيف داجونس وهربت لامريكا نحن نعتبروا الناس اللي تسرق تهز مليار دويت ابطال. دونك زاد هنا لازمنا نعاتبوا الشعب في الحكايه ذي مش في حكايه البافيت. هنا لازمنا نقولوا للناس راهو بو تفادليك جو بونس داكورد معاك انا يعني بدي نفادلك معناها بالستاتيو وكل شيء لكن فما عمق ما نحقروش. معناها انت كولي تلقى ولدك مهبط مبارتاجي ويقول والله هو الراجل يصيرش تحكي معاه بعقلانية تناقش معاه تقول له عايش ولدي راهو ريت تعجبك انت الحكاية ذيك ما راهو ما فيه راهو سارق راهو الفلوس هذيك معناها مش متاعه يا ولدي تبداش فلوس متاع من عرشين يورو دينار فلوس تاع بانكا بريفي ماهوش فلوس وشكون حاط فيها فلوس بانك بريفي انت وانا وغيرنا. دونك حاولوا هكا يا خويا على المدى الطويل وماك توا ما تنجمو تحس روحك معناها ان بويسون عاجز عن تغيير الاوضاع وما نغيروا الاجيال اللي جايه. اي نحن موعدنا غدوه كما كل يوم من 8 للـ10 على اي اف ام اللي تقعد احلى راديو بالازرق بالاخضر بالغدوه قلت من 8 للـ10 يعوخ يا خويا كي عز تقول لي ما نقلقوش منك فرح تقلق منك نقعدوا حتى العشرة. ليميسيون تاعها عندها متابعين وهي قربت لي خاطر كانت هي العشرة وقتاش كانت العشرة فرح وليت من 9 حتى الوقت فرح من 9 للـ11 خليكم بين ايادي امينة وصوت شذي صوت زوزة فرح وحتى هاي فتويتي اللي حضرت الاخبار تستنى فيها وتكحر لي ولابسة بالاخضر. باي باي يا دمه.